قبل 5 سنوات تحديداً في 9 من شهر مارس عام 2015، أدى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليمين الدستوري لتولي منصب قائد الجيش الوطني أمام مجلس النواب في مقره آنذاك في مدينة طبرق. تولى المشير منصبه بعد تدشينه لعملية الكرامة العسكرية في 14 مايو عام 2014، والتي جاءت تلبية لاستغاثة أهالي مدينة بنغازي حينما سرقتها أيادي الإرهابيين والمتطرفين وغيبت الكثيرين من أبنائها خطفاً وقتلاً واغتيالاً وتهجيراً. وبددت جماعات الإرهاب ظلامها على معالم المدينة وأوقفت جل أوجه مظاهر الحياة فيها. على خطوات وترتيبات خارطة الطريق التي حددها القائد العام للجيش الوطني لدفع التنظيمات الإرهابية من مدينة بنغازي، مضت قوات الجيش ومسانديه من شباب المناطق على نهج هذه الخطة العسكرية المحكمة لتقضي بشكل تام على التشكيلات الإرهابية وتسترد للمدينة هندامها المذياء. وبتكتيك عسكري جاد ومتقن تحركت القوات المسلحة لباقي مناطق البلاد التي تأصلت فيها الجماعات الإرهابية، ابتداء من الشرق حيث درنة ومرورا بالجنوب والهلال النفطي وسرت، متوجهة إلى طرابلس سلبية لنداء أهالي العاصمة. 5 سنوات مرت منذ تولي القائد العام للقوات المسلحة لمنصبه، وبعد اتخاذه عهدا لاستئصال جذور الإرهاب من الوطن، كانت هذه السنوات القليلة زمنا قياسيا لتحقيق ما حققته قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.